مباراة النادي البنزرتي واتحاد بن قردين، الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شوط أول انتهى على نتيجة التعادل دون أهداف، الفرص كانت موجودة ولكن غابت الأهداف، في انتظار إن شاء الله في هذا الشوط الثاني تكون الفرجة أفضل وتكون الفرجة مضمونة على القناة الوطنية الثانية. معايا في التحليل الفني المحلل والمدرب سعيد السابي. شوط أول شفنا فيه الفرص، شوط ثاني توا ننتظر التغييرات بالطبيعة وحديث حجورات الملابس للمدربين وشنو نجموا يغيروا مع بداية هذا الشوط الثاني. أكيد شهير، بالنسبة للشوط الأول إذا نحكيه على اتحاد بن قردين، يظهر لي فريق قام اللي معناه اللي حب عليه قام به. نتصور أن اتحاد بن قردين يعرف اللي نقطة من بنزرت باش تكون عندها قيمة كبيرة برشا، فريق قاعد يدافع منيح، حتى كيما نقولوا يرمي الكرة للقدام، عنده ثلاثة مهاجمين بصراحة حكينا عليهم اللي هم شهاب زغلامي وخالد يحيى وصامتي شمس الدين الصامتي، دونك هذوما ثلاثة ملاعبين قاعدين فريمون يتعاملوا مليح مع الكرات، هذوما قاعدين يربحوا في الديوال خاصة بالفنيات نتاعهم وخاصة بالصنعة نتاعهم. كي نرى أنا شهاب جبالي من نصف كرة يجيب لك مخالفة يتحس كرة يفرهد أصحابه، كيف شمس الدين الصامتي وقت اللي ما يلقاش الحل كيف زاد يدريب اللي يدريب يفركس في الدريب اللي كوفري كورتو، معناها ملاعبين بصراحة عندهم الخصال يتمنى التكتيكية اللي يتمناهم أي مدرب، وقت يطلعوا في الريتم يطلع، وقت يطيح خاصة في التكتيك اللي يلعب به الاتحاد بن قردين مطالب باش اللاعبين سيرتو الثلاثة القدامين باش يكون عندهم الخصال هذوما. صحيح ما وصلوش برشا للكاج، لكن كما قلت لك يلعب على إمكانياته الاتحاد بن قردين. نادي البنزرتي يظهر لي مفطن ما خسرت شويه تغييرات في اخر تغيير، شنو معناها في التنويع في اللعب في اخر شوط، فما التغيير هنا نشوفه في انيس بوجلبان يحكي مع منظر القاسمي يعني في وسط الميدان باش يسكر اكثر وسط الميدان انيس بوجلبان. اكيد نتصور معناها تغيير اضطراري، يظهر لي رينا بن طرش الميتون لول كل مارتين يخرج بكرامب، نتصور يظهر لي بشي خطر منظر القاسمي نفس المركز مع بنترشا، يظهر لي بنترشا ما رجعش مع الفريق توا خاطر لقيناه عنده بروبليم اسكيلير، معناها مارتين يشد معناها يتقلق من الكرامب من ميتون لول، نتصور هكا. اذا كان تغيير في الوسط بيتيتر كما قلت لك يا بنترشا يا العمالي، تو باش نشوفوا شنو التغيير وين باش يكون بالضبط. سينو كما قلت لك النادي البنزرتي نوع فيه في العشر دقائق الاخرانيين لقيناه وين وصل اكثر المرمى، غير خاطر نوع اللعب خاطر لقيناه بصراحه 40 دقيقه كامله هو يحب يتعدى على الاجناب، نعرف نقطه قوته في الاجناب كسوا مع حسام الزدير حسام سامحني حسام الحباسي والا زياد العنلي والا كيف حبيب يكن، لكن تعرف بخمسه مدافعين الفريق متمركز مليح اتحاد بن قردين. هنا كما قلت لك ما سالتش الفيدي سيربريز ما جاش من الملاعبين وسط الميدان اللي هما فيدي بن شوك بقى اللي يمكن اقتصر المقابله كامله شوط كامل على معناها وقت قام باختراق ومشى تيتا تيتا مع غيث. هنا كما قلت الخروج شوفوا التعويض سيسوكو كيموكو هو اللي يخرج ويدخل مكانه، والله بصراحه ذكيه من انيس بوجلبان، احنا كنا قلت لك سيسوكو كان هو نقطه ضعف ما حكينا بكري نقطه ضعف نتاع الاتحاد بن قردين. هنا برافو للكوتش بصراحه بوجلبان اللي ما خاطر بارفوا يلزمك تكون ديسيزيف، هنا انيس يعطيه الصحه ما كاش معناها بارفوا ما تقعدش تستنى الا ما تقبل هدف. سيسوكو هنا الشوط الاول بصراحه مر بجنب الشوط معناها ما لينا حتى شيء، خاصه التدخلات كلها كانت معناها كما نقولوا غير صعبه. يظهر لي هنا تو نشوف التغيير كيفاش يكون الرسم التكتيكي الجديد بعد خروج سيسوكو. وانطلاقة الشوط الثاني بكرة الاتحاد بن قردين، تغيير أول في المباراة، يخرج سيسوكو كيموكو يدخل منظر القاسمي، ولكن النادي البنزرتي مازال دون تغييرات في هذا الشوط الثاني اللي مازالت نتيجته أيضا متعادلة دون أهداف. كرة في محور دفاع الاتحاد، ترجع طويلة من بهاء الدين السلامي لشهاب الزغلامي، خالد يحيى خرج الكرة موجودة لمحمد الحبيب، لكن كرة سهلة إلى حارس مرماه خميس الثامري، طويلة كرة خميس الثامري، الكرة مقطوعة في وسط الميدان منظر القاسمي في أول لمس، ترجع كرة دائما للاتحاد محمد أمين النفزي، ما يتعداش محمد أمين النفزي ولكن مخالفة تمشي لفادي بن شوق أو زياد العنلي يتحصل على ضربة المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي اللي كان قريب من التسجيل في أكثر من مناسبة في الشوط الأول، ولكن في كل مرة سوء التركيز أو حتى تواجد العارضة يحرم النادي البنزرتي من هدف أول. الكرة طويلة والراية مرفوعة موجودة لتسلل على لاعب النادي البنزرتي فيدي بن شوق،
حامل القميص رقم 19 فادي بن شوك كان قريب ايضا من تسجيل هدف ممتاز، والازدواجيه اللي كانت في منتصف الشوط الاول على الكره اليمين عباس قائد الفريق، يمشي يمين عباس يقدم كره مع خالد يحيى، خالد يحيى مع سليم المحجبي، طويله كره سليم المحجبي لشمس الدين الاصامتي مقطوعه من دفاع النادي البنزرتي، ترجع لمنظر القاسمي، منظر القاسمي مره اخرى يرجع الكره لحارس مرمى غيث اليفرني، غيث اليفرني يرجع كره كيف ما جات موجود على الكره سليم المحجبي، المحجبي المحجبي ايش يعمل بالكره؟ يدور يعطي كره لخالد يحيى في اتجاه شهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي الكره دائما الاتحاد بن قردان، التصويبه التصويبه فوق المرمى من صبري العماري اللي ما شفناهوش برشا في الحقيقه صبري العماري في الشوط الاول. الشوط الاول كان دوره اكثر دفاعي، يظهر لي توا نشوفوا التغيير اللي قام به هانيس بوجلبان، تغيير خرج لاعب محور يظهر لي ولا يلعب ريناه توا، حتى استراتيجيه تبدلت كامل، يلعب رجع يلعب 4-4-2، زوز مدافعين في المحور اللي هما امين عباس وبهاء السلامي، على اليسار المحجبي، على اليمين امين النفزي، قدامهم بن طرشه ومنذر القاسمي، على يمينهم كما قلنا تو، على يمينهم صبري العمالي، على يسارهم خالد يحيى، قدام تحت المهاجم السامتي شمس الدين، وقدام زغلامي 4-2-3-1. وهنا بصراحه انا نقول برافو لانيس، رغم اللي شوط الاول بصراحه الدفاعين كان فريق ممتاز، لكن هو اقرب لاعبيته وشاف اللي فريقه قاعد يعاني وتومومون قاعد يقبل في اللعب، وخاصه انه سيسوكو خارج الخدمه الشوط الاول، دونك برافو نقول تغيير شجاع من انيس بوجلبان. وهذه ضربه المخالفه للنادي البنزرتي، رفع الساق امام رضوان الخلفاوي، الكره وضربه المخالفه، حسام الحباسي كالعاده وغيث اليفرني في الجهه المقابله بين حارس شاب وحارس الخبره خميس الثمري، مواجهه غير مباشره بين حراس مرمى الزوز فرق اليوم، ضربه المخالفه، الحباسي يرفع كره في وسط المناطق والتدخل الحارس غيث اليفرني خرج كره يخلي الكره تخرج، ضربه 6 امتار امامكم وسام بوسنينه في اللقطه الاخيره، وتوزيعه حسام الحباسي في منطقه الجزاء مره اخرى، وسام بوسنينه كان قريب من كرة الهدف الأول ولكن كرة كانت أسبق منه، أنيس بوجلبان أمامكم على الصورة، والتغيير الأول تغيير أكيد تغير معه الأمور التكتيكية بالنسبة لاتحاد بن قردان، أرجع على الكرة في وسط الميدان مقطوعة للنادي البنزرتي، حسام الحباسي ممتازة للتمريرة لمحمد الحبيب بياكن، يخلط على الكرة ياكن، يمشي يقدم محمد الحبيب بياكن، محمد الحبيب ياكن، حسام الحباسي، الحباسي يتعدى بالكرة، لا موجود منظر القاسمي، منظر القاسمي اللي دخل في وسط الميدان، تمشي الكرة لشهاب الزغلامي، يلعب الكرة صبري العماري لخالد يحيى مقطوعة مرة أخرى، صبري العماري، منظر القاسمي اللاعب السابق للترجي وأيضا النجم المتلوي أولمبيك سيدي بوزيد، تعدى عبر عديد المحطات وفي الأخير يحط الرحال في بن قردان، الكرة في محور الدفاع وتنطلق الكرة من محمد أمين النفسي، يمشي محمد أمين النفسي يقرب له صبري العماري، محمد أمين النفسي خرج الكرة للخلف في اتجاه محمد بن طرشة إلى بهاء الدين السلامي، بهاء الدين السلامي، أمين عباس اللاعب الأخير في محور الدفاع يخرج الكرة قصيرة لحارس المرمى غيث اليفرني، يخرج غيث اليفرني يلعب كرة طويلة تتجاوز دائرة وسط الميدان، الكرة مقطوعة للنادي الرياضي البنزرتي، حسام الحباسي نشيط في الرواق الأيمن لهجوم السي أبي إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني، وخاصة شفناه في الشوط الأول قلق برشا دفاع الاتحاد، ترجع الكرة من صديق المجري، صديق المجري اليو سي سي، اليو سي سي يقدم سي سي يلعب الكرة مع الحباسي، يعمل الباس الحباسي ولكن مخطئ الكرة، وسعيد كأني بالنسق مازال أيضا ما ارتفعش في هذا الشوط الثاني مع البداية، توا توصلنا لست دقائق لعب في هذا الشوط الثاني ومازلنا نستناو في اللعب ومازلنا نستناو حتى في الفرج. أكيد وخاصة تغيير التكتيك اللي قام به أنيس بوجلبان بصراحة باش يخلي كو سوا ملاعبي سي ابي ولا حتى المدرب نتاعو منصر لوحيش معناها يزيد باش يراجعوا شوي، معناها خاطر اكيد بين الشوطين حكاو معناها حكاو وصلحوا لي شنو لازم يتصلح، على اساس انه النادي الاتحاد بن قردان يلعب بخمسه التالي ثلاثه في اللاكس، دونك تو شونجمون هذا اكيد يفاجئ النادي البنزرتي، دونك تو النادي البنزرتي مازال قاعد يبحث على معناها على لي روبير نتاعو ما لقاهمش، بالعكس لينا الاتحاد بن قردان قاعد يتحرك خاصه بالتحرر نتاع سامحني
خالد يحيى وصبري العميري. سبتو صبري العميري نهى الشوط الاول بدوره دفاع اكثر توا بالبوزيسيونمون نتاعو جديد يظهر يخذا اكثر معناها اكثر ليبرتي اكثر حريه كيف كيف الصامت يرجع المكان اللي يحبه اللي تحت المهاجم يحيى كيف كيف على الرواق دونك نتصور توا بن قردان نشوفوا وجه هجومي خير من الشوط الاول. والكره الاتحاد بن قردان في محاوله هجوميه مقطوعه يمشي امين عباس يخلط على الكره قبل ما تخرج للتماس امين عباس يلعب الكره مع منظر القاسمي العوده من منظر القاسمي الى بهاء الدين السلامي يمشي بهاء السلامي بهاء السلامي مع منظر القاسمي مره اخرى يقرب منظر القاسمي من المدافعين اكثر يرجع الكره على يوسيسي مقطوعه منظر القاسمي مره اخرى هو اللي ياخذ الكره يرجع من دائره وسط الميدان الى محور الدفاع امين عباس امين عباس يلعب الكره اليوسيسي ما فماش المخالفه يقول محمد شعبان والكره لابراهيم وترى يمشي وترى لحسام الحباسي حسام الحباسي كره في اخطار وضاعت مره اخرى ضاعت مره اخرى من حسام الحباسي حسام الحباسي حب باغة الجميع حب يحط الكره في الزاويه 90 ولكن فوق المرمى هذه الاعاده كيف مره اخرى كره انطلقت من وسط الميدان بانزلاقيه من اليوسيسي في اتجاه حسام الحباسي يدخل منطقه الجزاء حسام الحباسي يرفع الكره وقبل هذا الكره والخطر للاتحاد والتواجد لحارس المرمى خميس الثمري كره اخيره ضيعها المهاجم يعني بشكل غريب سعيد لانه شفنا انه حسام الحباسي كرات كيف من هكا معتاد انه يحطها في الشبكه وهذه الاعاده مره اخرى. هذا هو يظهر لي كما حكينا على الفرصه اللي جات بنشوك شوط الاول فادي بنشوك كيف كيف توا حبيس يعمل صعيب تلقى روحه معناها بصراحه حط روحه في موقع ممتاز ديما كما قلت لك ديما اللمسه الفنيه الاخرى هي اللي تنقسم لعبيتنا حبيت نحكي توا على بعد 7-8 دقائق يظهر لي لينا اللي كما قلنا اتحاد بن قردان تحرر شوي وهذه كره لخالد يحيى في منطقه الجزاء تصويب بجانب المرمى بجانب المرمى وهذا اللي حكيت عليه انت سعيد هو الاجابه تجيك من خالد يحيى بالضبط تحرر شوي لكن هنا رد باله اتحاد بن قردان خاطر بوتيتا لقيناها لاعبيه خذاو اكثر ثقه خاطر الفرق بين الثقه الباهيه والثقه المفرطه خاطر توا سي بي بوتيتا اذا كان لينا اتحاد بن قردان طلع شوي سي بي وقتها بوتيتا شوي يلعب على نقطه قوته اللي هي الهجمات المعاكسه الشوط الاول لقيناه نادي المنزاتي ما لقاش الحل في الهجمه المركزه توا بوتيتا باش يلقى الاسباس اكثر توا نتصوروا نادي المنزات شوي يقلق اكثر من الشوط الاول دونك هنا يظهر لي اتحاد بن قردان يلزم زاد ما يلعبش بالنار اوكي يحب يلعب الهجوم زاد ما يخلي اذا كان باش يخلي الاسباس للاعبيه نادي المنزات نعرفوهم السرعه نتاعهم دونك هنا بوتيتا اتحاد بن قردان ينجم توا صحيح يحب يلعب على ثلاثه بوتيتا حس الشوط الاول انه نادي المنزات بلونابل وينجم يسجل وما زاد لو توا توما مونسي بيت نجم تملك وتغيير منتظر اول ايضا في تشكيله النادي البنزرتي فهمي المعواني شكون هو الورقه البديله القادمه للمدرب منتصر لوحيشي يقبلها كره ترجع مقطوعه لاتحاد بن قردان في بناء هجمه جديده تنطلق من محمد امين النفزي الى منظر القاسمي كره مخطئه من منظر القاسمي الى التماس التماس لوجدي الجباري من جانب النادي البنزرتي هذه اعاده للقطه اخيره وهو سقوط لاعب الاتحاد في كره اخيره مقطوعه في وسط الميدان للنادي البنزرتي يتيح رضوان الخلفاوي والحكم محمد شعبان يقول المخالفه لرضوان الخلفاوي امامكم على الصوره سقوط رضوان الخلفاوي امام الحكم محمد شعبان هذه الاعاده مره اخرى والدفع من لاعب الاتحاد كره بسرعه من محمد الحبيب يكن محمد الحبيب يكن يلعب الكره دائما للنادي البنزرتي محمد الحبيب يكن المحاوله للتوغل والتدخل من دفاع الاتحاد حسام الحباسي بسرعه يلعب الكره حسام الحباسي ما زالت الكره للنادي البنزرتي من رضوان الخلفاوي للحباسي الحباسي معاه سليمه المحجبي سليمه المحجبي يضرب الكره في الحباسي والتماس يرجع لاتحاد بن قردان هنا شهير يظهر لي منتصر تفتن اللي وسط الميدان نتاعو فما ثقل كبير برشا ابار ثقل لانهم معناها في ما همش لاعبي دو فيتيس كو سوا بنشوك والا رضوان الخلفاوي لكن زاد لو تنجم تكون انت ثقيل اما باللمسه نتاعك تسرع لعب هما لا سرعوا لعب باللمسه لا معناها لا تغيير نسق بالجري لا باللمسه دونك هنا نتصور يعرف اللي فاهم المعويني ملاعبي بصراحه في وسط الميدان عنده لمسه معناها في العمق ينجم يسرع لعب بتوتر هنا باش يخرج واحد من رضوان والا فادي بنشوك نتصور السيابي نجم يلقى في المعويني اللي ضربت بين الوسط والهجوم وممكن ايضا ارضيه الميدان تقلق شويه الملاعبيه خلينا نقولوا اللي الميدان ملعب 15 اكتوبر اللي باش يغلق لمده 12 اشهر تقريبا
استكمال اشغال الصيانه والاستكمال التعشيب ايضا، بما انه باش يكون ثم نجم نقولوا زرعه ثانيه للعشب باش يكون موجود عليه ارضيه ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. ان شاء الله بعد شهرين تكون الامور احسن بالنسبه للملاعبيه، يكون ملعب 15 اكتوبر على الطريقه الاوروبيه اللي نعرفوها يعني، وملعب 15 اكتوبر اذا كان تكون اللهوه موجوده اكيد باش يكون عنده ارضيه ممتازه. ان شاء الله هذا نتمناوه، لكن احنا ديما تكثر في تيرانات في تونس ديما حتى تيران راهو نقولوا سي بون ولا عندنا تيران باين بعد مده، حتى المشكله في لونتريتيان معناها هذيك المشكله الكبيره. ما ان شاء الله تو خذينا الدرس وان شاء الله كيما معناتها نراو تيران يليق بال ما نقولش يليق بال، على الاقل ثم مينيموم يتوفر باش اللاعب ينجم يقدم مردود. وترجع الكره حاليا بضربه 6 امتار لحارس الاتحاد غيث اليفرني، امامكم على الصوره غيث اليفرني كانت صدى لكره زياد العنلي في الشوط الاول وجه لوجه، ولكن التفوق كان لغيث اليفرني في لعب ضربه الستة امتار. حارس اتحاد بنقردان غيث اليفرني يرفع كره عاليه في وسط الميدان لاستقبال من فادي بن شوق، يمشي منظر القاسمي ما يخوش الكره، ابراهيم وترى وترى يضيعها مره اخرى، لكن ترجع دائما للنادي الرياضي البنزرتي. الكرة لحسام الحباسي يلعب مع الخلفاوي، مقطوعة من أمين عباس، أمين عباس الكرة طويلة وسام بوسنينة يتيح بوسنينة وفيها مخالفة، فيها مخالفة وسام بوسنينة المدافع اللي كان قريب من مناطق هجوم النادي البنزرتي في كل مرة. النادي الرياضي البنزرتي اللي يستعد أيضا للقيام بأول التغييرات بعد قليل بعد تغيير أول في تشكيلة الاتحاد. هذه الإعادة للكرة الأخيرة وتدخل على وسام بوسنينة من شمس الدين اللاسامتي. هنا شهير بعد تغيير قلت لك التكتيك اللي قام به نسبو جلبان، صحيح توا النادي البنزرتي معناها خلف الفرصة نتاع حسام الحباسي ما وصلش برشا، لكن تحس اللي فما اللي فاي موجودين كما نقولوا اكثر، معناها الشوط الاول حتى تتفرج ترى اللي اتحاد بنقردان ما فماش معناها في الدفاع نتاعو فريق منظم، تو تحس بالاربع مدافعين اذا كان يعرف كيفاش يستغل النادي البنزرتي ثم ونين ينجم يتعدى. اما هنا لازم النادي البنزرتي كما قلت ينوع على اليمين على اليسار في المحور، نتصوروا قادر باش يوصل للحارس. وضربه الركنيه من جديد للنادي البنزرتي في هذا الشوط الثاني بين الحباسي والعنلي، التصويب الثنائي او انه باش يكون مباشره توزيع من حسام الحباسي. محمد شعبان كالعاده ينبع على المدافعين والمهاجمين. 14 دقيقة لعب أو 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، توزيع الكرة في القائمة الثانية دائما للنادي البنزرتي، والتدخل وضربة 6 أمتار، 6 أمتار للسي أبي اللي يستعد للتحول المصري ممكن الأسبوع القادم لملاقاة بيراميدس المصري. استضافة قد تكون من الفريق المصري في انتظار أنه تتأكد الأمور بالنسبة للنادي البنزرتي. فريق بيراميدس اللي كان استضافه أيضا النادي الإفريقي اللي كنت تذكره الأسبوع الماضي. ترجع الكرة حاليا بضربة 6 امتار للاعب الاتحاد، يلعب الكرة بسرعة بهاء الدين السلامي، والكرة ترجع بضربة مخالفة، كرة متقطعة في الحقيقة كل الكرات تقريبا سعيد، ماناش قاعدين نشوفوا في جمل تكتيكية، ماناش قاعدين نشوفوا في لمسات مسترسلة، يعني كرات ضايعة خاصة في وسط الميدان. صحيح والله يظهر الحاجات البهينة اللي ناهم الشوط الأول بصراحة ما عادش نراو فيهم توا. بدات اللي قاعد صاير تو يساعد اكثر الاتحاد بنقردان اللي ماهوش يجري ولا معناها بالعكس، هو نتيجه كما قلت لك نقطه في بنزرت تكون بالنسبه له هو كافيه، دونك هنا نادي بنزرت يظهر لي لازم هو اللي يخرج من مناطقه، هو اللي يهدد اكثر، هو يتحكم في اللعب، هذا مش صاير. نادي بنزرت تو قاعد يبحث على روح كما قلت لك، ما صراحه مش هذا نادي بنزرت اللي تعودنا به، ماهوش قاعد معناها تحسه راضي بالموجود، خاصه انا اللوم نشوف انت اليو سي سي مباراة كاملة نرى فيه وقف قدام الديفونس، معناها بصراحة معناها تحس اللي التاش نتاعو ديفونسيف وكهو، ما لا فريق تلعب ضد فريق اتحاد بنقردان اللي في بلادك، دونك لازمك بالعكس لازمك تكون سيبيريورتي من تجي من اللاعبين الوسط، خاصة كيما اللي لاعب الوسط ارتكاز واللاعبين اللي بجنبه. هنا اليو سي سي نراوه كورة عند النادي البنزرتي هو ماهوش كونسيرني، يبدا موجود كان كتب يكون عند اتحاد بنقردان، معناها تحس اللي التاش نتاعو ديفونسيف وكهو. الكورة للاتحاد والنادي البنزرتي كان قام بالتغيير الأول، خروج رضوان الخلفاوي دخول فهمي المعواني، اول الورقات اللي يلعبها منتصر لوحيشي، وكره ترجع من جديد في وسط الميدان للصراع، كره لشهاب الزغلامي يتيح الزغلامي يربح المخالفه، يربح المخالفه
مهاجم اتحاد بنقردان شهاب الزغلامي، هذه الإعادة مع اليو سيسي، التدخل من اليو سيسي على شهاب الزغلامي وضربة لا مخالفة واضحة على لاعب اتحاد بنقردان، جاب عديد المخالفات في الشوط الأول وكرة بعيدة نوعا ما على المرمى بالنسبة لخميس الثامري، ولكن ممكن يكون التصويب القوي من شمس الدين الصامتي الموجود على الكرة. سليم المحجبي زاد، وايضا سليم المحجبي بين لاعب بالساق اليمنى ولاعب بالساق اليسرى، ممكن ان يكون التصويب المباشر التصويب القوي نحو المرمى. وخميس الثامري ينبه على الجدار الدفاع اكيد للتركيز اكثر، خاصة انه التصويبة ممكن تكون مباشرة للمرمى من شمس الدين الصامتي، بعيدة الكرة بعيدة، ومرة أخرى ما ثماش استغلال سعيد للكرات الثابتة إلى حد الآن خاصة من اتحاد بنقردان، وأيضا النادي البنزرتي اللي في الشوط الأول جاته بعض الكرات الثابتة ولكن الاستغلال ما كانش موجود إلى حد الآن. صحيح، إذا كانت الكرة بيانتيلي تلقى في ريسبسيون ما ثماش يكون موجود كما صار الشوط الأول، فريمون فادي بنشوك لعب كوتين وثلاثة في مكانهم. تو بصراحة تكنيكمون غالط معناها بالنسبة للصامتي، وقفته نتاع حد باش يضرب بالانتيريور باش يضرب هو ضربها بالكودي بي معناها وبدنا كيما نقولوا كان وقف، دونك صعيب باش تمشي، صعيب فريمون صعيب برشا، معناها اختار الحل الصعيب، الديسيزيون صعيبة اللي اختارها. ضربة المخالفة حالية للاتحاد الرياضي بنقردان، اتحاد بنقردان الجولة القادمة يستضيف اتحاد تطاوين، مباراة أكيد باش تكون مثيرة في ملعب بنقردان، نادي البنزرتي أيضا باش يلعب مع نادي رياضي ليحم ملنف في انتظار الملعب اللي باش تكون موجودة فيه المباراة هذه في الجولة الرابعة. كرة حاليا للنادي الرياضي البنزرتي في اتجاه فادي بن شوك في وسط الميدان بمفرده تقريبا في دائرة وسط الميدان إلى محمد الحبيب بياكن، محمد الحبيب بياكن يحاول يلعب الكرة مع حسام الحباسي، نرجع من خالد يحيى لمحمد الحبيب ياكن، يدخل محمد الحبيب ياكن في منطقة الجزاء، حضر الكرة، أو زياد العونلي يخفق في الكنترول، زياد العونلي ما يحسنش الترويض، ترجع الكرة دائما لإبراهيم وترا، إبراهيم وترا، وتراش يعمر بالكرة، ترجع للاتحاد الرياضي ببنقردان، ترجع للاتحاد بنقردان، الكرة من حسام الحباسي بنزرتية. كرة بنزرتي يحاول يتعدى الحباسي، يحاول يجيب المخالفة مع خالد يحيى، الحكم محمد شعبان يقول المخالفة ترجع للنادي البنزرتي، ترجع الكرة بمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي، هذه الإعادة للقطة الأخيرة وبين خالد يحيى وحسام الحباسي، يتيح خالد يحيى، يتيح الحباسي، ومحمد شعبان يقول ضربة المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي على الكرة فادي بن شوك. في توقيت 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 65 دقيقة لعب في المباراة، ما زلنا ننتظر الأهداف، ما زلنا ننتظر اهتزاز الشباك، وفي الشوط الثاني ننتظر حتى الفرص إلى حد الآن. كرة المخالفة من فادي بن شوك، فادي بن شوك مع تقدم معظم لاعبي النادي البنزرتي للمناطق الهجومية وعودة لاعبية الاتحاد للمنطقة الدفاعية. فادي بن شوك محمد شعبان عمل كبير في منطقة الجزاء. الكرة والتوزيع تمشي للقائمة الثانية، إبراهيم وترا قبلها ضربة المخالفة، ضربة المخالفة قبل الهدف الأبيض، الهدف مرفوض، وصفيرة الحكم محمد شعبان كانت تقبل دخول الكرة للشباك. إبراهيم وترا كان في اللقطة الأخيرة هذه الإعادة، إبراهيم وترا ننتظر ممكن الصورة تكون أوضح، لأنه إبراهيم وترا على ما يبدو ارتكب المخالفة قبل ما يلعب الكرة وقبل ما يصوب الكرة بالرأس نحو المرمى. ترجع من غيث اليفرني، تويلة كرة غيث اليفرني، الاستقبال من خالد يحيى، يلعب الكرة شهاب الزغلامي على العارضة، على العارضة قبلها التسلل، قبلها التسلل، لقطة كانت ممتازة وتصويبة رائعة، ولكن الحكم محمد شعبان وأيضا المساعد الثاني وائل عياد يقول ثم التسلل والراية مرفوعة ضد شهاب الزغلامي. هنا نحكيو شهير رغم اللي كره تسلل، اوكي نحكيو على القيمه الفنيه نتاع ملعبيه، قلت لك بنقردان ديفياسيون جو ديفياسيون من يحيى، لمسه واحده كره في شهاب خلى الكره ودار وضرب عطاها حقها، معناها كما قلت لك معناها الثلاثي القدامي نتاع وهذه كره للنادي البنزرتي، محمد الحبيبي يكن وترى زياد العنال، الهدف الاول، الهدف الاول للنادي البنزرتي، زياد العنالي، زياد العنالي ضيع في الشوط الاول، سجل في الشوط الثاني، كرة انطلقت من محمد حبيب ياكن في رواق ايمن، فارق كان بمفرده، عمل الاسيست في وسط منطقة الجزاء، ابراهيم وترا خلاها
لزياد العنلي يفتتح على النتيجة 1-0 في توقيت بالضبط 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني. سعيد بداية أخرى للمباراة وهدف هذه الإعادة. شوف التمريرة وشوف التوزيعة وأيضا شوف التصويبة من زياد العنلي اللي أخذ وقته وصوب وسجل الهدف الأول. بالضبط هذول إذا قلنا بكري أكيد حد بن قردين غير استراتيجي نتاعه وطلع حب يطلع أكثر. قلنا لو سيابي تو بتتر هو فرصته تو بشي باغت خاطر هو سيابي دوزيامي تو ما عملش بصراحة ما عملش كورة كبيرة لكن قعد يستنى في اغلاط نتاع الاتحاد بن قردين. الاتحاد بن قردين كما قلت لك فرق بين تاخو وثيقه اكثر من لازم. يظهر لي الاتحاد بن قردين حسوا اللي نادي بنزرتي اليوم كما قلت لك في المتناول ما راوش نادي بنزرتي كبير. طمعوا بتاتا طمعوا اكثر من لازم كهو مع مهاجمين كما زياد العنلي وكما الحباسي وكما وترى تغلط كما قلت لك. انا بكري قلت لك نراه في الدفاع نتاع الاتحاد بن قردين تحسوا مش كما الشوط الاول رغم معناها الشوط الاول كان متماسك كان قريب لبعض اكثر. توا باربع مدافعين وليت ثم اسباس كبير بين المدافعين استغلوه المهاجمين تاع نادي البنزرتي بالسرعه نتاعهم ورينا معناها حسيتوا سيابي ماهوش خطير الشوط الثاني ما لعبش ما عملش كره كبيره اما تحسوا اتومومو ينجم يسجل. اذا 1-0 وانطلاقه اخرى للمباراه سيناريو اخر. كيفاش باش يتعامل كل مدرب مع الافضليه بالنسبه لمنتصر الوحيشي والسباقيه 1-0 وبالنسبه للتاخر في النتيجه للمدرب انيس بوجلبان. تغيير ثاني كان قام به فخر الدين العوجي ياخذ مكان شمس الدين الصامتي وايضا 21 فراس المجري يكون بديل لخالد يحيى. تغيير ثالث يلعب الكل في الكل مدرب الاتحاد المدرب انيس بوجلبان يعني يرجع في النتيجه تكون 1-0 يعدل 1-1 كلها معطيات ننتظر الاجابه عليها مع نهايه ال 90 دقيقه. اشتعلت الاضواء في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت مع هدف التقدم هدف اول للنادي الرياضي البنزرتي من زياد العنلي. الكره من محمد الحبيب يكنها فرحه جمهور النادي البنزرتي اكيد فرحه كبيره مع التقدم الاني. وقلت انه مباريات الزوز فرق ديما ما كان فيها تشويق ما كانت فيها برشا فرجه ولو انه الفرجه ما كانتش موجوده بالمستوى المطلوب ولكن الفرص جات وايضا الاهداف جات. وزياد العنلي يسجل زياد العنلي الهدف الثاني ليه مع النادي البنزرتي في البطوله هذا الموسم للمباراه الثانيه على التوالي بعد ما كان سجل في شباك المستقبل الرياضي بجابس في الجوله الماضيه. زياد العنلي 1-0 للنادي البنزرتي ولا التماس حاليا لاتحاد بن قردين. سليمه المحجبي باش يلعب كرة التماس. سليمه المحجبي بعد خروج سيسوكو كيموكو اكيد التماس باش يصبح ممكن مش بالمستوى اللي استنيناه وايضا اللي كنا نشوفوا فيه من سيسوكو كيموكو. ولا التماس يجيب الركنيه المره هذه قبلها تغيير في تشكيله النادي البنزرتي. لا منتصر يأجل التغيير يأجل التغيير الثاني في التشكيله. 1-0 إلى حد الآن للنادي الرياضي البنزرتي اللي افتتح النتيجة في الدقيقة 67 من زياد العنلي هداف النادي البنزرتي. كرة الركنية ولا التنفيذ من صبري العميري على يسار خميس الثامري. صبري العميري باش يلعب الكرة في القائمة الثانية مع دخول كل لاعبي الاتحاد وأيضا النادي البنزرتي لمنطقة الجزاء يلعب كرة في القائمة الثانية. ترجع كرة التعادل تضيع للنادي الرياضي البنزرتي. هجمة معاكسة لإبراهيم وترا يمشي وترا يخرج له العنلي في الريوق الأيسر يلعب معه الكرة ما ثماش تسلل سريع جدا زيادة العنلي يمشي العنلي قدامه منظر القاسمي يرجع لإبراهيم وترا. إبراهيم وترا يتباطأ وكرة تمشي ليمين عباس. المباراة قلنا انه بهدف اول ممكن تحلى اكثر والكرة لتصويبة التصويبة ضائعة ضاعت الكرة. تصويبة كانت من محمد الحبيبي لكن سوء التركيز من غيث اليفني في اللقطة الأخيرة وكرة إلى ركنية والمباراة سعيد استنينا هدف وقلنا انه الهدف ممكن يخلي مباراة تحلى اكثر وممكن الفرجة تكون موجودة اكثر ايضا. اكيد شهير يظل لنا بعد الهدف في النادي بنزرتي تحرك خاطر ما تعرف ثم ضغوط كبيرة عليه فريق ماهوش قاعد يقدم صلاح في الشوط الثاني ما عملش الشوط الاول زاد فترات كان باهي الشوط الثاني زاد بدايه معناها ما بداش بالكدا دونك الهدف يظهر لي رجع له الثقه باش يخلي الاتحاد بن قردين يطلع اكثر وهنا بتتر السيابي باش يلقى روحه يلعب على نقطه قوه ملاعبيته اللي هما زياد العنلي وحسام الحباسي دونك باش يلقى الاسباس هنا الاتحاد بن قردين عنده يا اما باش يكمل يطلع لفوق لقدام باش يحاول باش يعدل والا وقتها باش يخلي
للمساحات الاتحاد النادي البنزرتي نعرفوه ما يلحمش وقدام جمهوره معناه ينجم يسجل هدف ثاني، والا الاتحاد بن قردان زاد مطالب باش ما يتسرعش، يقول لك مازال عندي 20 دقيقة كاملين نجم نستنى ومعناه يكمل من الاستراتيجية. إعادة للهدف هدف الفرصة اللي كانت من إبراهيم عوض بالضبط، جات ثلاثة فرص يظهر لي اللي ما عملوش الحباسي واللي ما عملوش فادي بن شوك عملوا زياد العونلي، وهنا تعرف قيمة الملاعب صراحة زياد عملناه ونعرفوه الموسم اللي عداه ستامبيتور معناها بالحق زياد قاعد يعاون برشا في السيابي. والضربة الركنية للنادي البنزرتي تتنفذ، أرجع من جديد في منطقة الجزاء تخرج كيف ما جات من دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردان، كرة يخلط عليها محمد الحبيب بياكن، محمد الحبيب بياكن يمشي ياكن مع شهاب الزغلامي، الدفع من شهاب الزغلامي والإنذار، الإنذار لشهاب الزغلامي يعني لقطة مجانية من شهاب الزغلامي تكلفوا الإنذار، إنذار بإنذار إلى حد الآن. هذه الإعادة خطر كبير دائما من محمد الحبيب ياكن في الجهة اليمنى، محمد الحبيب ياكن واحد من أفضل الأظهر على الجهة اليمنى إلى حد الآن مع بداية البطولة، شفناه اليوم عاون كيف ما يلزم النادي البنزرتي وكان هو مصدر الهدف الأول الهدف الوحيد إلى حد الآن. كرة ولا مخالفة حسام الحباسي، الحباسي يرفع على الكرة في منطقة الجزاء تدخل بالرأس والركنية، شهاب الزغلامي بعد ما كان هو المتسبب في ضربة بالضبط. في ضربة المخالفة بالضبط. يمشي ويخرج الكرة للركنية بالضبط. تمشي ضربة الركنية للنادي الرياضي البنزرتي، فادي بن شوق موجود على الكرة أيضا يمشي له زياد العونلي، زياد العونلي أو فادي بن شوق منظر القاسمي قدامه من التغطية، تلعب الكرة ثنائية مع فادي بن شوق يرفع الكرة تتجاوز الميدان وتخرج ضربة 6 أمتار أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة، والتقدم يصبح بنزرتي 1-0 هدف زياد العونلي 67 دقيقة لعب في المباراة. تغييرات بالجملة للمدرب أنيس بوجلبان وأيضا زوز تغييرات للمدرب منتصر لوحيشي بعد خروج إبراهيم وترى ودخول عثمان السعيدي هداف النادي الرياضي لحمام لم في الموسم الفارط في الرابطة المحترفة الثانية موجود مع النادي البنزرتي، وإلى حد الآن جمهور السي بي ينتظر هذا اللاعب، ننتظر احنا مردود لزوز فرق فيما تبقى من وقت، ردة الفعل للنادي للاتحاد الرياضي بن قردان والمحافظة على النتيجة للنادي البنزرتي، هذا ممكن نستناوه نستناه اتحاد بن قردان خاصة بعد التغييرات والذهاب بعيدا نحو الهجوم كيفاش باش يكون الامور الدفاعية، وايضا نستناو استغلال النادي البنزرتي للتقدم الهجومي للاتحاد الرياضي بن قردان. ترجع على الكرة في اتجاه عثمان السعيدي، عثمان السعيدي ما يتعداش بالكرة، موجود دفاع الاتحاد يمشي منظر القاسمي، يتعدى منظر القاسمي في وسط الميدان، يعمل سلسة من المراوغات يتيح ما ثماش المخالفة، والكرة ترجع بامتلاك للنادي البنزرتي، الكرة للسيابي، التصويبة، التصويبة من عثمان السعيدي مازال اختار، والكرة في دين الحارس غيث اليفرني، فرصة أخرى سعيد. النادي البنزرتي يعني في كل مره تقريبا باش يلقى روحه في وضعيات مشابهه خاصه مع تقدم لاعبيه الاتحاد للمناطق الهجوميه. بالضبط هذا اللي قلناه انه سيابيتا باش يلقى روحه يلعب على نقطه قوه من لاعبيته بصراحه، خاطر سيابيتا رابح دونك مش معناها مش ملزم عليه اللي باش يصعد لفوق ولا باش دونك باش يستنى بلوك موين ولا فوار با دونك، وهنا باش يلقى الاسباس باش يلعب على حسام الحباسي وعلى زياد العونلي، وهذا اللي صار تو وجود عثمان السعيدي في الاتر بالتحركات نتاعو اللي ما كانش اللي وترى بصراحه كان يمكن ما عاونش برشا سيابي اليوم، وترى بتاتر عثمان السعيدي تو بالحركيه نتاعو بالفريشير الفيزيك اللي عنده النجم يعطي حل اكثر. كره ضربه المخالفه للنادي الرياضي البنزرتي مع فادي بن شوق، يلعب الكره فادي بن شوق مع زياد العونلي لكن اقرب الى محمد امين النفزي، يخليها للتماس محمد امين النفزي، يمشي محمد امين النفزي يلعب التماس بسرعه، تماس ترجع بضربة مخالفة، المخالفة المرة هذه لمنذر القاسمي اللي كانت خل مع بداية الشوط الثاني، 1-0 نذكر إلى حد الآن لأصحاب الأرض والجمهور النادي الرياضي البنزرتي. كرة المخالفة، الاتحاد يسرع ولكن التسرع هو السيما الأبرز إلى حد الآن بالنسبة لهجوم اتحاد بن قردان عكس النادي البنزرتي اللي قاعد يخو في وقت أكثر، والهجومات المعاكسة سلاح اللي يعتمد عليه النادي البنزرتي في اللحظات الأخيرة، شوف الكرة في اتجاه الحباسي ولكن إلى التماس، أسبق كرة للتماس ترجع لسليمة المحشبي الظهير الأيسر للاتحاد الرياضي بن قردان، سليمة المحشبي
يبحث عن المساندة، ولكن دفاع النادي البنزرتي اكيد بعد التقدم حاليا 1-0 شكون متماسك اكثر، شكون ايضا موجود اكثر في المناطق الدفاعية. هنا المخالفة على اليو سي سي، المخالفة من شهاب الزغلامي اللي كان به سعيد بدا يدخل اكثر في النرفزة شهاب الزغلامي وبدا يدخل اكثر في الحوارات الجانبية. اكيد تعرف ملاعبي لو يجري ضد الوقت وضد النتيجة، دونك هنا لازم برشا سون فروا، هو ملاعبي عنده الخبرة دونك سيتو من هو ما يلزمش يصير هذا، مي لا تعرفوا هو اللاعب يحب يربح بتتر مش قابل الخسارة نتاع اليوم، خاطر اللي سي بي بتتر اليوم ما كانتش أقوى من جاردان، دونك هذا قاعد نراو فيه، مي إن شاء الله يجسد هذا معناها بالكرة. الكرة للنادي البنزرتي ومقطوعة، مقطوعة الكرة للنادي البنزرتي واللي حكينا عليه انه في كل مره ينجموا يلقوا لاعبيه النادي البنزرتي الواحم في وضعيه هجوميه، والتغيير اخر منتظر جاك ميدينا، هذه الاعاده مره اخرى والتدخل كان من محمد امين النفزي، محمد امين النفزي وضربه الركنيه للسي ا بي، عصام الحباسي اللي لعب الكره المره هذه على يسار غيث يفرني امامكم على الصوره، الحارس الشاب مستقبل كبير لهذا الحارس، كرة الركنية عصام الحباسي يرفع كرة عالية بالراس ترجع من الدفاع، دائما كرة للنادي الرياضي البنزرتي، عثمان السعيدي ثم التسلل، ثم التسلل، الكرة الأخيرة كان موجود فيها الراية من المساعد الأول، والكرة ترجع من جديد بضربة 6 أمتار أو مخالفة التسلل بعد إشارة المساعد الأول الياس براهم، ترجع الكرة من غيث اليفرني حاول يسرع حارس الاتحاد، هذه إعادة للقطة الأخيرة والتدخل غيث اليفرني وكان موجود في موقع التسلل وسام بوسنينة، الكرة تمشي أكثر نحو المناطق الدفاعية للنادي البنزرتي في اللحظات الأخيرة، التماس يتنفذ بسرعة من محمد أمين النفزي إلى وسط الميدان، منظر القاسمي، منظر القاسمي، كرة يعني مخطئة كيفية غريبة هناك كيفاش هنا خرج كرة. نرجع قبل اليو سي سي اللي حكينا عليه بكري وقت النادي البنزرتي مازال متعادل، قلنا يلعب في لوجيستيك بتتر قاعد يقلق برشا في اصحابه، معناها في استراتيجي نتاع سي بي مع هو وانت تحب تمركي صعيب برشا باش تمشي مع اليو سي سي، بار كونتر توا سي بي قاعد متقدم لانها اليو سي سي لقى روحه معناها في توا بالريجستر هذا سي بي تلعب بالتالي ما عندها شنو. هذه الكره محمد الحبيب كان يخلط عليها قبل ما تخرج ولا يخرجها هو للسته امتار اليو سي سي اللي كان هو مصدر اليو سي سي لانها توا كيف كيف لقى روحه معناها الكل كل قصه هو، خاطر سي بي تراجع شويه دونك هنا وسي بي كيما قلت لك متقدم في النتيجه دونك البروفيل نتاع اليو سي سي يصلح تو تبدا سي بي منتصر يصلح، بل كونت تبدا متعادله ولا خاسره صعيب برشا باش يعاونك. الكره وسط الميدان اكيد باش يكون حاسم بالنسبه للزوز فرق فيما تبقى من وقت، وصلنا بالضبط ل 80 دقيقه لعب في المباراه يعني 10 دقائق على النهايه، والكره للنادي الرياضي البنزرتي فادي بن شوق، فادي بن شوق يتعدى لامين عباس وبعد سليم المحجبي، خبره طويله للثنائي في محور دفاع النادي الاتحاد بن قردان، ترجع الكره حاليا لصالح الاتحاد، هجمة معاكسة على الجهة اليمنى موجود محمد أمين النفزي، يمشي محمد أمين النفزي يوزع على الكرة محمد أمين النفزي بالراس من شهاب الزغلامي، ولكن الكرة ضربت 6 أمتار، 6 أمتار في لقطة أخيرة كانت انطلقت من فراس المجري، أيضا اللاعب المعوض أنيس بوجلبان عمل كل تغييرات هذه الإعادة والتوزيعة والرأسية من شهاب الزغلامي. هنا لينا فراس المجري كيفاش كان فيه بصراحة تعامله مع الكرة صعيبة، عمل الكنترول صحيح وعرف اللي على الليني ثم زوج ديفونسور دخل وسط الملعب خذا وسط الميدان تعدى ومعناها وغير اللعب على اليمين، برافو ليه، وهنا زاد السونتراج بتاع النبزي كان في بلاصته ومعناها هجمه معناها بصراحه هجمه ممتازه من الاتحاد بن قردان، ولو ان الفينيسيون ما كانتش موجوده اما هجمه ممتازه. الكره مقطوعه في وسط الميدان، منظر القاسمي، ثم الانزلاقيه من فادي بن شوق ولا مخالفه، المخالفه لمتوسط ميدان اتحاد بن قردان اللي حاول يسرع اكثر في لعب الكره اتحاد بن قردان للوصول لمرمى خميس الثمري، ولكن عوده الدفاع للنادي البنزرتي لحد الان حاسمه ووقفه ممتازه للدفاع البنزرتي بعد تسجيل الهدف الاول والهدف الوحيد في المباراه، 1-0 ممكن تخلي النادي البنزرتي بانتصار ثاني على التوالي بعد نقطه التعادل هنا في الجوله الاولى، ولكن ايضا الاتحاد
اللي كان رجع في الجولة الأولى بعد تأخره في النتيجة، ترجع الكرة في منطقة الجزاء ومقطوع لحسام الحباسي. قلت اتحاد بنقردان في جولة أولى كان متأخر في النتيجة من مستقبل جابس، رجع وقلب الموازين وانتصر 2-1. يعني كل السيناريوهات ممكنة في مباراة اليوم، وننتظر الصفرة النهائية اللي وحدها باش تعطينا النتيجة النهائية للمباراة. امشي كرة لصالح الاتحاد في راس المجري، يوزع الكرة في راس المجري خارج الميدان، خارج الميدان ضربة 6 أمتار. جاك ميدينا يكون هو الورقة البديلة القادمة والتغيير الثالث للمدرب منتصر لوحيشي. جاك ميدينا المهاجم الكونغولي مكان حسام الحباسي، والتغيير هنا واضح أنه منتصر لوحيشي يحب يستغل أكثر تقدم لاعبيه الاتحاد، وأيضا يحب يقعد يلعب الهجوم حتى لآخر دقيقة. صحيح، ولو انه كما قلت لك تو النادي البنزرتي قابل اللعب شوي، دونك بالعكس حسام الحباسي هو اللي رابيد اكثر من نعرفه هنا. حسام الحباسي لقيناه فيزيكمون ما عادش نجم يعطي اكثر، هذاك عليه لو كان بدنيا نجم يزيد. بالعكس حسام الحباسي هو اللي يصلح الهجمات المعاكسه والمرتده. هنا جاك ميدينا بدا باش يعول اكثر على الفريش الفيزيك نتاعو، على اللي في الديويل بشد الكره اكثر، باش يغطي الكره، باش يحاول يعمل ديفيسيون لاصحابه، خاطر هو نعرفوا جاك ميدينا لاعب بونتا اكثر منه لاعب ريوير. الكره دائما للنادي الرياضي البنزرتي لعثمان السعيدي، يصوب الكره تضرب في يمين عباس، تضرب في يمين عباس وكاد يكون الهدف الثاني. سعيد مرة صراحه انا نقول اللي عمله عثمان السعيدي تو في 24 ساعه ما عملوش وتلا في مباريات كامله، تو لينا تو شوف هنا، شوف اللقطه، شوف كيفاش الاستقبال صراحه يعني. كونتور ليونتي ما نراوش برشا في تونس تاع مهاجم يعرف روحه وش يعمل، هي مازالت كره جايته خذا ديسيزيون، يعرف اللي المدافع مندفع للوين هو خذ عمل دار بالكوره وسدد، معناها اعطاها حقه بصراحه. حاجه دوما نحبوا نراهم في المهاجمين اللي نفتقدوهم في تونس. وممكن عثمان السعيدي بتتالي المباريات هو اللي يصبح في التشكيله الاساسيه، شفناه لاعب حاسم مع نادي رياضي لحمام لم في الموسم الماضي خاصه في مرحله البلاي اوف. كره الركنيه، ضربه الركنيه قبلها مازال محمد شعبان يحكي مع المدافعين ومع المهاجمين، يعطي إشارة للتنفيذ، يرفع كرة في القائمة الثانية، يخرج غيث اليفرني، يخرج اليفرني ياخذ الكرة ويحاول يسرع مع تواجد شهاب الزغلامي بمفرده في منطقة النادي البنزرتي. ترجع الكرة، ثم التسلل، ثم التسلل مرفوع للراية ضد لاعب النادي الرياضي البنزرتي وسام بوسنينة اللي كان موجود في المناطق الهجومية وعائد من تسلل. ترجع الكرة دائما للاتحاد، طويلة من محمد أمين النفزي لشهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي يربح ضربة المخالفة، يربح مخالفة أقل من 6 دقائق على نهاية المباراة. الكرة وضربة المخالفة أمامكم على الصورة، اللقطة الأخيرة ممكن حتى العشب قلق شوية اليوم للملاعبية، خاصة شفنا برشا ملاعبية اللي يتيحوا على أرضية الميدان. إن شاء الله كيف ما قلنا أنه بال الراحه اللي باش تكون موجوده عليها ملعب 15 اكتوبر في الفتره القادمه، وايضا باستكمال زرع العشب تكون الامور افضل مع العوده للنادي البنزرتي بعد زوز مباريات تقريبا اللي باش يلعبهم خارج ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. تدفع الكره في منطقه الجزاء، المطالبه بلمسه يد والمطالبه بضربه جزاء من اتحاد بنقردان، ولكن الحكم محمد شعبان يعطي الاشاره بمواصله اللعب وكره ترجع لجاك ميدينا. يمشي ميدينا، يتيح ميدينا، يتيح جاك ميدينا وقت اللي كان يلزمه يسرع اكثر بالكره. اللقطه الاخيره طلب من خلالها من لاعبيه اتحاد بنقردان بلمسه اليد في منطقه الجزاء وضربه الجزاء، ولكن محمد شعبان كان قريب يؤمر بمواصله اللعب. هذه الاعاده، المخالفه تتنفذ او اللمس موجود صراحه، اللمس موجود في منطقه الجزاء. كره للاتحاد حاليا، هو العوده، العوده لرميه التماس، رمية التماس، وانيس بوجلبان غاضب على قرار محمد شعبان. التماس بسرعة من جانب الاتحاد، كانت كرة من بهاء الدين السلامي، يلعب الكرة مع محمد بن ترشا، محمد بن ترشا، بن ترشا يبحث عن الموساندة، يلعب كرة طويلة نحو منطقة الجزاء، ولكن التدخل من دفاع النادي الرياضي البنزرتي وهجمة معاكسة كالعادة من زياد العنلي، يسبق الكرة زياد العنلي لكن ترجع من جديد لصالح النادي البنزرتي. حمل القميص 22 فهمي المعويني، فهمي المعويني، ولحظات اخيره مثيره بين السي ا بي والاتحاد. كره ترجع لاتحاد بنقردان اللي يبحث عن الرواقين الايمن والايسر، خاصه كره لصبري العميري، يتيح اليوسي سي يتعدى صبري العميري، يمشي له صديق المجري قبل ما يخلط صبري العميري. الكره بين المجري والعميري وترجع لليوسي سي،
عليو سي سي طويله الكره عثمان السعيدي ما يخواش امين عباس امين عباس كره دائما لعثمان للاتحاد الكره كانت من منظر القاسمي ولا التماس وكيف ما قلنا سعيد هلو اللحظات الاخيره وتقريبا الاربع دقائق الاخيره باش يكون فيها هجوم الاتحاد تقريبا ضد دفاع النادي البنزر بالضبط ولكن لينا تو اللي البلوك نتاع اتحاد بنجردين قاعد يتقسم معناها خاطر اوكي قاعد يصعد الهجوم لكن في كل كره مرتده تلقى سته ولا سبعه ملاعبيه بنجردين معزولين قدام وثلاثه مدافعين واحد دونك هنا ثابت بنجردين تو مطالب اوكي باش اما زاد راهو نادي البنزر اذا كان يعرف يستغل الاسبات كما بكري كره جاك ميدينا كان هز راسه وحده عثمان سعيدي وحده هو حب يكمل يجري بها يا اخي سقط دونك تو بنجردين خذا معناها قاعد طالع فوق لكن على حساب الاتزان الدفاعي. الكره ترجع للاتحاد بنجردين يربح على تماس محمد امين النفزي يربح على تماس محمد امين النفزي على التوقيت تقريبا 87 دقيقه لعب في المباراه 1-0 دائما للنادي الرياضي البنزرتي امام اتحاد بنجردين هدف كان لزياده العنالي 67 دقيقه لعب في المباراه. على تماس من محمد امين النفزي بسرعه في منطقه الجزاء محمد بن ترشا يرجع الكره وتخرج من وجه الجبيري ترجع دائما لمنظر القاسمي محمد امين النفزي يعمل المراوغه ممتازه المراوغه من محمد امين النفزي يرفع الكره خروج خميس الثامري ايش يقول الحكم قبلها مخالفه قبلها المخالفه ويرفض مره اخرى على هدف للاتحاد كره كانت فيها مخالفه وغضب من مقعد البدلاء وايضا من لاعبي الاتحاد الرياضي بنجردين على اللقطه الاخيره والاعاده هذه امامكم الاعاده للقطه والمراوغه اللي كانت ممتازه من محمد امين النفزي يفسق فهمي المعويني يوزع الكره في منطقه الجزاء يخرج خميس الثامري الكره من خميس الثامري ممكن الحسب الحكم احتسب مخالفه لصالح خميس الثامري ولكن كره على اثرها كانت نقاشات اخرى ايضا موجوده على مقعد بودلاء انا نتصور احتسبها اذا كان اللاعب اللي قدام هنا بصراحه ما فماش مخالفه هذه اعاده للمسه اليد اللي كانت موجوده ضد ملاعب اما تو يمكن احتسب تسلل على المهاجم اللي واقف قدام على اساس اوبستريكسيون على الجارديان معناها اسكو ما نعرفش بالضبط شنو احتسب ترجع الكره حاليا لجاك ميدينا قبلها المخالفه محمد شعبان يخرج الانذار محمد شعبان لعثمان السعيدي لاعب النادي الرياضي البنزرتي المهاجم عثمان السعيدي ثاني الانذارات بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي بعد حسام الحباسي انذار وحيد بالنسبه لاتحاد بنجردين لشهاب الزغلامي الكره واللحظات الاخيره دقيقه تقريبا تفصلنا عن نهايه ال 90 في انتظار الوقت البديل دائما 1-0 للنادي البنزرتي امام اتحاد بنجردين المخالفه طويلة الكرة من محمد أمين النفزي في مناطق النادي الرياضي البنزرتي كنترول ممتاز كان وعودة الكرة مقطوعة للنادي البنزرتي لا موجود سليمة المحجبي سليمة المحجبي والاستماتة على الكرة وفيها مخالفة فيها مخالفة على سليمة المحجبي المخالفة على سليمة المحجبي واللحظات الأخيرة إلى حد الآن يعني استماتة كبيرة من ملاعبيت الزوز فرق هذه الإعادة فادي بن شوق أمام سليمة المحجبي والمخالفة محمد امين النفسي يحط الكره في مكانها واكيد باش تكون كره طويله نحو المناطق الدفاعيه للنادي البنزرتي مع تواجد كل لاعبي اتحاد بنجردين في منطقه السي ا بي محمد امين النفسي انتظر اللعب محمد امين النفسي يرفع كره عاليه في اتجاه الحارس خميس الثامري في اتجاه خميس الثامري موجود على الكره الاخيره وكره كيف من هكا سعيد كان ممكن استغلالها افضل من هكا بالنسبه للاتحاد بالضبط خاصه نفزي بصراحه عدى مباريات كبيره برشا في هذه يعني ستو تعرف اللي خميس الثامري ما جارديان اللي ما يخافش معناها عنده جراه باش يطلع وياخذ الكرات العاليه هنا بتتر هو حبها اكثر خاطر عنده ملاعبيه طويل عنده فهم ثقه لكن كانت اطول من لازم فهمت اربع دقائق وقت بديل يرفعها الحكم الرابع بديس بن صالح ننتظر في الاربع دقائق اللي مازالوا شكون باش يكمل المباراه منتصر شكون باش يكون الافضل وشكون باش يكون عنده الافضليه في نهايه المباراه السي ا بي لحد الان متقدم الاتحاد يحاول والمحاولات تتواصل اكيد حتى نهايه المباراه يمشي جاك ميدينا يتيح ميدينا يتيح ميدينا ولا مخالفه المخالفه اللي كون قول النادي البنزرتي يربح بها الوقت اكيد مخالفه كيف ملكه يربح بها ايضا الثواني مع
باعتبار أن النادي البنزرتي متقدم حاليا في النتيجة. سعيد هذه الإعادة مرة أخرى من جاك ميدينا وسليمة المحجبي، ممكن لقطة كانت تكلف سليمة المحجبي الإنذار. وهنا زايدة أنت تعرف اللي تلعب ضد الوقت، وفي الوقت هذا نخليه هنا المهاجم يدي زيرو ينكمل لو تجي تخرج الكرة ونعاود نبدا من جديد، أما في الوقت هذا سيد تو ديجا ست دقيقة في البردي تون. دونك هنا سيرتو من المحجبي، هنا كما نقول كما نحكيو بكري اللاعب يبدا الأعصاب ويعمل حاجات بدات هو بيدو كان يعاود يشوفها ما يعرف روحه اللي ما لازمش يعملها، خاصة كما قلنا سليم المحجبي لاعب عنده تجربة. لكن هذا هو في الأوقات، ثم أوقات في الفراكسيون دي سكوند الملاعب يتحكم في نفسه الملاعب. كرة باش تكون بضربة مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي قريب من منطقة البدلاء، يعني من مقعد بدلاء النادي البنزرتي، ونشوفه في منتصر الوحيشي وتوصياته المتواصلة خاصة لمحور الدفاع، لأن اللحظات هذه هي لحظات الدفاع. هذا أمامكم على الصورة منتصر الوحيشي، الدفاع ولا غير الدفاع بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، المحافظة على التقدم 1-0، الخروج بنقاط المباراة وهذا المطلوب. يعني لحظات كيف هناك مش مهمة أنك توصل لمرمى المنافس، المهم تحافظ على الهدف. وحيرة أنيس بوجلبان أمامكم على الصورة، وإعادة مرة أخرى للهدف الوحيد لحد الآن لزياد العنان. بالضبط كما قلت خطر النادي البنزرتي، يعرفوا اللي كسوا ملاعبيته ولا جمهوره ولا اللي طار الفني نتاعو يعرفوا اللي ربح اليوم صعيب برشا، وكانوا المباراة مش أكثر تعادل، دونك يعرفوا اللي ربح ما جاش بالسهل، دونك هذاك علاش قاعدين توا يحاولوا باش يعرفوا كيفاش يتحكموا في الدقيقتين وثلاث دقائق اللي مازالوا، وهذا مشروع. والمباراة إن شاء الله تكمل على خير في منطقة الجزاء. محمد شعبان يمشي يقرب من الملاعبية، المناوشات موجودة بين دفاع الاتحاد وهجوم النادي البنزرتي، والحمراء الورقة الحمراء للمباراة الثالثة على التوالي بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. عثمان السعيدي ورقة حمراء مباشرة من الحكم محمد شعبان. محمد شعبان يقصي عثمان السعيدي للمباراة الثالثة على التوالي، يعني ثلاثة مباريات ثلاثة ورقات حمراء للنادي البنزرتي. وين الديسيبلين هنا؟ وين هذه الإعادة مرة أخرى؟ شوف الإعادة ممكن نستناو، علاش الورقة الحمراء بالضبط؟ كانت مناوشات موجودة في منطقة الجزاء، مشى محمد شعبان ورفع الورقة الحمراء المباشرة لعثمان السعيدي. يعني جولة أولى بلال السعيداني ضد النادي الرياضي الصفاقسي، جولة ثانية حليمة الدراجي ضد المستقبل الرياضي بقابس، وجولة ثالثة عثمان السعيدي ضد الاتحاد الرياضي بنقردين. والله تشوف سيتو انت تو عثمان انت رابح وعندك طارف اللي ما زلت خديت ورقه صفراء، معناها هذه حتى كان ماهيش ورقه حمراء معناها ديريكت نجم تكون صفراء ثانيه. ودونك هنا بصراحه اللاعب مازال كيتخل، لاعب متدرب جديد قاعد يفركس في روحه، خاصه اللاعب عنده الامكانيات. انا نتصور اليوم كمل عثمان ينجم يكون في تتر الماتش الجاي يكون هو اللي يبدا في بلاصه وتالا، خاطر بصراحه في الوقت اللي لعبه ورا اللي مهاجم على الاقل انه قاعد يفرض انك باش تعطيه فرصته، معناها يفرض على المدرب انه يعطيه فرصته كامله. توا كما قلت لك حتى كان ما يستحقش عليها ورقه حمراء ديريكت، يعرف اللي عنده سفره 10 دقائق 5 دقائق التالي ما يكون سفره، دونك تصرف مجاني هنا يتحمل مسؤوليته. ورقة حمراء للمهاجم عثمان السعيدي، انذار ايضا لخميس الثامري. شوف الدفع هنا، ممكن الانذار الثاني هو اللي بالضبط كلف بالضبط عثمان السعيدي الخروج من المباراة، ولو انه الحكم محمد شعبان يعني شفناه رفع مباشرة الورقة الحمراء، غضب عثمان السعيدي مع الخروج من خارج المباراة. يعني والمباراة توقفت تقريبا الأربع دقائق اللي أضافها الحكم محمد شعبان، تعديه في المخالفة هذه تاع النادي البنزرتي، وأيضا في العركة اللي كانت في منطقة الجزاء أمام أعين الحكم محمد شعبان. ممكن كانت الاستفزازات موجودة، ممكن الحكم محمد شعبان أقرب من الناس الكل، حكم على المهاجم عثمان السعيدي بالخروج ومغادرة المباراة. ترجع على الكرة حاليا محمد أمين النفزي تيح، والمخالفة لصالح الاتحاد اتحاد بنقردين، واكيد باش يكون ثم وقت بديل على الوقت البديل، لانه الاربع دقائق اللي اضافهم الحكم محمد شعبان تعداو في المخالفه وتعداو في المناوشات في منطقه الجزاء. كره تمشي دائما الاتحاد بنقردين، يمشي صديق المجري يخرج الكره، صديق المجري امام فخري العوجي، كره ترجع بتماس للاتحاد الرياضي بنقردين، التماس اتحاد بنقردين يمشي على الكره بهاء الدين السلامي، باش يلعب تماس طويله في منطقة جزاء النادي الرياضي البنزرتي، يلعب الكرة
ياخذ الكره بالراس محمد امين النفزي، لكن تواجد اليو سي سي، خرج الكره اليو سي سي، ترجع بسرعه وعوده دفاع الاتحاد من منظر القاسمي لحارس المرمى، الحارس غيث اليفرني، طويله كره غيث اليفرني، اربعه ملاعبيه خمسه ملاعبيه يعني موجودين في منطقه السي بي، وينهي في اللحظه هذه بالذات بعد سته دقائق كوقت بديل الحكم محمد شعبان، ينهي المباراه على انتصار النادي البنزرتي 1-0، هدف زيادة العنالي. خلينا نحاوصلوا سعيد الأسابي المباراة وانتصار النادي البنزرتي، والسبب اللي خلى اليوم السيابي هو اللي يربح المباراة أمام اتحاد بن قردان. صحيح، يظهر لي إذا نقولوا النادي البنزرتي اليوم تحصل على 3 نقاط من غير ما عمل مباريات كبيرة، بتيتر استغل كما قلت لك دوزيام ميتون اللي ليكسي دو كونفيونس اللي رجع به في الشوط الثاني اتحاد بن قردان، هنا حتى غير الاستراتيجية كاملة، يظهر لي اتحاد بن قردان